قلتي لي هتتفعلي النهارده؟ اديني جيت لك زي كل مره باجي لك وبتثبتيني وارجع قفايا قمر عيش. ما معيش فلوس. مفيش فلوس. والبيت بتاعك جه من السفر ولا لا يا حبيبتي؟ لسه. وما هيجيش. مش هيجي. لا هيرجع. وانا بقول لك مش هيرجع. اللي زي ده ما بيفكرش غير في نفسه بس، ما بيتحملش مسؤوليه اي حد، يعني مزاجه والفرفشه والنعنشه وخلاص يا حبيبتي. لا بيحبني. خلاص خليه يحبك براحته، ما تفرقش معايا. انا اللي يهمني ايجار البيت بس، فهماني؟ وعايزه بقى اجيبها لك من الاخر، انا بصراحه مش طايقاكي في البيت. تاخدي بعضك بقى وتتكلي على الله، تدقلجي بالذوق بالعافيه، تتكلي على الله. وان ما عملتيش كده انا مش هوسخ ايديا فيكي، انا هجيب اللي يجيبك من شعرك ويخرجك بره يرميكي. انت فاهمه؟ حاجه تاني، ركزي، العفش اللي في البيت مش هتخرجي منه بقشايه، حتى هدومك مش هتاخديها. الحاجات دي كلها محجوزه لغايه ما تدفعوا الايجار. خلاص؟ انت مش فاهمه، هو بيحبني، بيحبني جدا، ده كان على طول بيقول لي بحبك. هيرجع صدقني، هيرجع هيرجع هيرجع. انت مش فاهمه حاجه، هو بيحبني وقال لي هيرجع 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 هيرجع.